نشكر مركز أبو ظبي للصحة العامة، جزاهم الله خير، أخذونا اليوم في عيادة مركز الزعفرانة الفحص الشامل. قمنا بإجراء الفحوصات تامة شامة وعامة، الحمد لله رب العالمين، والأمور طيبة جزاهم الله خير. ونشكر أيضا المقيمين على هذا المركز، جزاهم الله من أطباء وموظفين بما يقدموه لنا، وخاصة نحن كبار المواطنين جزاهم الله خير. والحمد لله رب العالمين، نحن الدولة دائما يعني متابعة أمورنا والشيوخ جزاهم الله خير.